لوكاندا؟ من امتى عاملين بيت لوكاندا؟ مش من زمان قوي يا سعادة البيه، يعني امتى؟ يا دوبك 7 8 سنين. ممكن اكلم سيادتك كلمتين؟ اتفضل. نعم. انت شاب ذوق ومحترم وعاقل. انت عايزه تقول ايه بالظبط؟ عايزك تقدر ان احنا اغراب عن البلد، وان احنا بقينا في نص الليل، وتعتبرنا يا سيدي ضيوف عندك لغايه الصبح. اغراب على عيني وراسي، لكن انا مش فاتحها جمعيه خيريه. شوف لكم حد تاني يكون غابت الاقيه. يظهر ان الذوق ما ينفعش مع امثالك. ما شاء الله، احسن تقولي لي اروح ابات بره. اتفضلي. خلاص اخد البنات ونروح نبات في الشارع. استني عندك، هسمح لكم تباتوا الليله بس على شرط 8 الصبح ما الاقيش حد منكم هنا. شرح الجنان وعليكي؟ ده مش مجنون وبس، ده وقح وعصبي وقليل الذوق كمان. كتر خيره سعيد بيه اللي مستحمله على رذالته. هيبقى كله على وجه الله. حضرته تنازل وتكرم وسمح اننا نبات هنا لغايه بكره الصبح. طب وبكره الظهر هنعمل ايه؟ يلا يا بنات، الصباح رباح. طب دلوقتي هدومنا فوق عند المجنون بتاعك، تسمح تروح تجيبهم؟ لا، انا اعصابي تعبانه، خوفين ما اطلع لعنده يسمعني كلمه هير او هير ومطخ رصاصتين واخلص منه. يا خبر اسود، ترتكب جريمه؟ طب شو بدي اعمل؟ قولي لي. خليك انت، كفايه الهم اللي على قلبك، انا طلعاله. وانا حبطلب الاسعاف. الصبح